ممكن نتكلم بقى عن الجميله والوحش، بيوتي اند ذا بيست. يلا يلا انت اتكلمتي تركزها، انت قلتي خلاص يلا نتكلم عن برضه الجميله والوحش يا جماعه. انا كان سوا كان سنه عايزه مني ايه طيب اقول انا بقولش هو قوم ايه بقى هو يا جماعه الجميله والوحش طبعا برضه من الافلام اللي احنا اتربينا عليها واللي اكيد طبعا كل الاطفال اللي حبوها وكل البنات اللي زي نوران كده برضه كمان كانوا بيحبوه جدا. وكان اختلاف ان انت تلاقي فيه شخصيه جميله جدا لطيفه وبتحب حد بمواصفات مختلفه وبشكل مختلف. ايوه زي هم ما قعدوا انتاجه بقى في 2017 وكانت الممثله ايما واتسون وكان دين ستيفنز هو اللي قام بدور الوحش وهي كانت ايما بدور الجميله. قعدوه برده في 2017 فكان الفيلم حلو قوي، انا دخلته السينما وكان عاجبني. هو الفيلم عشان عاجبك عايز تتكلم عليه؟ هو الفيلم هو موجود والله، انا جايب حاجه من عندي فعلا حلو قوي قوي قوي.